الزراعة تواصل حملتها على 480 مجزر لحوم ولجان بالأسواق للتأكد من سلامة المعروض. وصلت الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عمل حملات مرورية مكثفة على 480 مجزر لحوم حكومي وخاص، الهدف منها ضمان سلامة اللحوم المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل، بالإضافة إلى شن حملات تفتيشية على أسواق اللحوم. دكتور عبد الحكيم محمود قال انه هو رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه، قال ان هناك حملات مكثفه على مجازر اللحوم لضمان سلامه اللحوم المنتجه بهذه المجازر والحد على ظاهره الذبح خارج المجازر، بالاضافه الى حملات تفتيشيه بالاشتراك مع مباحث التموين والجهات المعنيه الاخرى. طيب دكتور، تمام. دكتور حسن الجاويني رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر معانا على الهواء، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم وكل مشاهدي قناة مصر الزراعية. خبر من الأخبار المهمة جدا، يعني مواصلة الحملات على 480 مجزر لحوم ولجان بالأسواق في هذا التوقيت، يعني هو توقيت أعياد للمواطنين المصريين والأخوة الأقباط، فبالتالي التأكد من سلامة المعروض في هذه الأيام هو من يعني خلينا نقول الحملات أو الإجراءات اللي معتادة في هذه الأيام. بداية بنؤكد على أنه في إطار قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدورها في الإشراف والرقابة على المجازر، تقوم الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بتكثيف أعمال المرور على المجازر للتأكد من حسن سير العمل وانضباط العاملين بها والالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمجازر. وده ليه؟ عشان نوصل إن إحنا نطلع المنتج من اللحوم آمن، فضلا عن تقديم ارشادات للعاملين بالمجازر للحوم للحصول على لحوم ذات جوده عاليه. وبنؤكد كمان ان احنا اثناء المرور بنقدم ارشادات للعاملين بالمجازر عشان نرفع كفاءه المجازر المصريه ضمن خطه عاجله هتقوم بها الدوله خلال العام المالي 2019 2020، كما يتم بالتعاون مع الساده مباحث التموين والرقابه التموينيه وشرطه المسطحات المائيه بتكثيف اعمال المرور على الاسواق للتاكد من ان كل ما يتم عرضه من لحوم ومصنعات لحوم صالح للاستهلاك الادمي حفاظا على صحه المواطن المصري وعلى كل زائر المصري. اشكرك جدا دكتور حسن الجاويني على هذه التفاصيل، ونتمنى ان شاء الله يعني سلامه المعروض بشكل يصل الى نسبه 100% في هذه الايام، هي ايام اعياد طبعا ولابد من سلامه المعروض للمعيدين في هذه الايام.